مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة مجددا نستضيف الشاعر السوري المتميز حقا الأستاذ محمد سامي العمر. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. شكرا لكم أستاذ مصطفى، وأشكر هذه القناة المميزة التي تتكلم بلسان العرب. إذا أردنا أن نبدأ وقبل الشعر بسؤال ربما يكون مشكلا كثيرا، ما الغاية من الموهبة الشعرية في حس الشاعر؟ ما هو الهدف منها؟ لماذا هذه الأمانة الإلهية؟ الشاعر هو مخلوق فني إذا صح التعبير. الموهبة التي يمتلكها هي هبة من الله من أجل إخراج هذه المكنونات المعنوية من داخل الإنسان. الشاعر أو الموهبة الشعرية هي صورة للواقع، صورة تعبر عن مكنونات الإنسان والواقع بشكل عام، تعبر عن معاناة الإنسان، تعبر عن فرح الإنسان، تعبر عن كل ما يجول في هذه الحياة بطريقة فنية تتعامل مع اللغة. خذنا إلى أولى هذه الصور البديعية بشكل قصيدة، والقصيدة الافتتاحية ماذا ستقرأ علينا؟ تفضل. سأقرأ عليكم من معاناة شعبنا في سوريا. وأخص مدينة إدلب أو محافظة إدلب التي تعاني الآن مما تعاني. تفضل. يا إدلب الخضراء ما تبياني، أنعي لك الأشعار في أوزاني. لم يبق في دار القوافي لفظة تهدى إليك، فقد فقدت لساني. لم يبق في نهر البلاغة معجم، إن الكلام على السطور يعاني. بحر اللغات أمام طهرك عاجز من وصف ما يجري من الخذلان. غرتك زرقاء اليمامة إذ رأت في الأفق زيتونا على أغصاني. هل غرها لون الكلام وما درت أن الحمامة بدلت بسنان؟ يا الله. عادت علوج الروم تأكل لحمنا زورا بصك من أنو شرواني. عادت علوج الروم تأكل لحمنا. عادت علوج الروم تأكل لحمنا زورا بصك من أنو شرواني. والطائرات اليوم تقتل أهلنا جاءت بفتوى عالم السلطان. فرعون يبني من دماء رجالها عرشاً ليعلن دولة الخصيان. أين المثنى؟ أين خالد؟ أين من كانوا بوجه الظلم كالبركان؟ من لليتامى والأيامى؟ من لهم غير الإله الحافظ الديان؟ لكن إذا سكبت أريحا دمعة مسحت بكف معرة النعمان، وإذا العواصف أرهقت أغصانها زيتونها يحنو على الرمان. يا إدلب الخضراء أنت سفيننا يسري إلى الجود بلا ربان، يسري إلى شط الخلاص وزيتها نور يضيء الدرب للركبان. من زيت إدلب سوف تولد أمة لتعيد مجدا كان في غسان. الله. من ساعد الزيتون تولد فأسنا لتطيح بالأصنام والتيجان. أدمنت حب الشام، أدمنت حب الشام بين جوانحي، لكن إدلب مكنت إدماني. فاخلع نعالك إن مررت بأرضها
واقرأ بقلبك سورة الرحمن. إني لأحلم أن أموت بأرضها وأحييك من زيتونها أكفاني. أحييك من زيتونها أكفاني. لا فضّ فوق أستاذ محمد سامي العمر. سفينة الأحرار متى سترسو وتستوي على الجودي الذي تحدثت عنه في قصيدتك؟ لا بد من أي سفينة أن ترسو، لا بد من أي مبحر أن يصل إلى شط الخلاص. السفينة ستصل بإذن الله وترسو على الشاط، وكل الأحرار يصلون إلى مبتغاهم. الغاية ليست الحرية كمصطلح، لكن الغاية هي بناء الإنسان عن طريق الحرية. أنت في البيت الأخير من قصيدتك تقول: إني لأحلم أن أموت بأرضها وأحييك من زيتونها أكفاني. هل أصبحت الغاية أن نموت في أوطاننا فقط، أن نعود فندفن؟ هذا الحلم لا علاقة له بالهدف. نحن نتمنى دائما أن يعانق تراب الوطن جسدنا، نتمنى أن نموت بأرضنا، سواء كنا في هذه الأرض أو بعد هذه الأرض أو خارج هذه الأرض، لأن الإنسان المهجر الواقع اليوم يفرض نفسه. نحن السوريون موزعون في أصقاع الأرض، حلمنا أن نعود ونبني هذا البلد ثم نموت في هذا البلد. جميل هذا الأمل الذي لا يزال يرافقك على أمل أن تعود إلى البلد وتعيش فيها، لا أن تموت فيها فقط، وأن يمنحك الله العمر المديد. أستاذ محمد، حدثنا الآن عن القيمة في النص الشعري ولزوم حضور هذه القيم الأخلاقية المبادئية الإنسانية في الشعر. إذا خلى منها كيف يكون شكل القصيدة؟ لكل عمل فني وخصوصا الشعر هدف. هذا الهدف هو الإنسان بحد ذاته، بناء الإنسان. منذ القدم، منذ الفلسفات القديمة اليونانية والرومانية والعربية، ركزت على بناء الإنسان، والشعر هو أداة من أدوات التعبير الإنساني. يجب أن يركز على بناء الإنسان، بناء القيم، بناء يجب أن يكون لسان كل إنسان يريد بناء الحضارة. يعني الشعر اليوم ليس هو عمل ترفيهي فقط، لا، إنما هو ينير الدرب أمام العقول وأمام الأفئدة من أجل بناء الحضارة. يعني من معايير الشعر التثقيف والتوجيه والإرشاد والتحفيز أحياناً للذات البشرية حتى يعني تسير في الطريق الذي ينبغي لها أن تسير فيه. فالشعر ليس حكرا أو منغلقا فقط على الترفيه كما تفضلت تماما. الشعر ليس ملهاة فقط أو من أجل اللذة. اللذة الشعرية التي يتلقاها الإنسان من خلال التلقي يجب عليها أن تبني قيم، يعني يجب أن يكون هناك هدف. هذا هو بيت القصيد. إلى قصيدة جديدة الآن، ماذا ستقرأ علينا؟ عنوان القصيدة، أظنك دائما تحاول القفز عن عنوان قصائدك، لماذا يا أستاذ محمد بصراحة وتذهب إلى النص مباشرة؟ النص هو الذي يتحدث. العنوان ربما يكون مفتاحا، لكن عندما يتحدث النص يبقى العنوان بعيدا. خذنا إلى النص إذا. هذه القصيدة من قلب المأساة السورية، تحدثت فيها عن مجزرة معرة النعمان، حيث ظهرت امرأة تستغيث. وكانت تستغيث في الغرب. فخاطبتها وقلت لها: لا تستغيثي. وفي هذه القصيدة نوع من الجلد، من جلد الذات، فعلى المتابعين أن يعذروك قليلا. يعذروني. تفضل. لا تستغيثي، فما في أرضنا عمر ولا علي
ولا قيس ولا مضر. قد مات معتصم الفزعات من زمن، وتحت خيمته قحطان يحتضر. وزج عنترة العبسي في قفص، وعبلة اليوم خلف السور تنتظر. أبو رغال أتى بالفرس يرشدهم إلى الشآم، وسيف الروس يأتزر. والخرمي على أبواب خيمتنا، وسادة القوم بالبترول قد سكروا. أبو رغال أتى بالفرس يرشدهم إلى الشآم، وسيف الروس يأتزر. والخرمي على أبواب خيمتنا، وسادة القوم بالبترول قد سكروا. مهلا أخيته، إن ترامب لا قيم في دفتيه، وبالدولار يأتمر. ونحن نبني بوجه الريح قلعتنا، ونحن نبني بوجه الريح قلعتنا، من الشعارات لا سقف ولا جدر. ونزرع القهر في قلب الرجال أسا، فينبت الزرع لا زهر ولا ثمر. وما عبرنا وأدنى فكر أمتنا، وهم على فكرنا نحو العلا عبروا. لم يبق فينا سوى فرعون يسكننا، ونحن حول حبال الظلم نعتمر. لم يبق فينا سوى فرعون يسكننا، ونحن حول حبال الظلم نعتمر. جميل جدا. ونحن حول حبال الظلم هذا ناتل. الجمال في الختام، الجمال خصوصا في البيت الأخير، هذا الجمال الذي يكشف حجم المأساة في الأمة العربية. إلى متى سنواصل جلد الذات؟ هل من سبيل يعني تنبيه الأمة غير جلد ذاتها وجرح أبنائها وتوبيخهم لنسيانهم، إهمالهم، لتقصيرهم، أما من سبيل غير التأنيب؟ لك أن تجيب ما تحب. جلد الذات أحياناً نلجأ إليه من أجل التنبيه، من أجل الاستنهاض. جلد الذات له صفتان، الصفة الأولى سلبية والصفة الثانية إيجابية. نحن هنا في الشعر نقوم بعملية هز للكيان العربي، عملية هز للضمير العربي، نذكرهم، نجلدهم ولو بطريقة نجلد ذاتنا، ولو بطريقة يمكن أن تعتبر سلبية لكنها من أجل الاستنهاض، من أجل البناء، من أجل إيقاظ النائم. فلكل نائم طريقة في الإيقاظ. وجدت في قصيدتك هذه أنك يعني استحضرت الكثير من النماذج التراثية التي وردت في حضارتنا العربية، لا سيما الأسماء التي مرت، يعني مثل أبو رغال الذي أو أبي رغال الذي أرشد إبرهة إلى الكعبة، ومثل بابك الخرمي الذي قتل ما يزيد عن 200,000 مسلم، وقتل أعتقد بزمن المعتصم، في الزمن العباسي، قتل في زمن المعتصم، في الزمن العباسي. نعم. لماذا هذه الاستحضارات؟ هل لها هدف معين تريد من خلاله إيصال رسالة؟ من أدوات الشعر يا صديقي أستاذي هو استحضار الأساطير. نعم. كما كان يفعل اليونانيون. ونحن العرب أولى بأن نستحضر ليست أساطيرا وإنما هي أمجادا وهي ملاحما. هذا الاستحضار يجب أن نقرأ التاريخ. لأن التاريخ دائما يكرر نفسه، فيوجد هناك رموز في الواقع تكون صورة عن رموز في التاريخ القديم. ومن أجل هذا نحن نأتي بهذه الصورة من التاريخ القديم لنضعها أمام المتلقي، من أجل أن ينتبه ويعيد بذاكرته ويعود بذاكرته إلى هذه الموقعة ويتذكر ما حصل مع العرب. هذا الاستحضار لهذه الشخصيات من أجل التشبه بالكرام، من أجل أن نصور الواقع.
أن نصور الواقع بناء على ما حصل، معطيات تاريخية صادقة، على معطيات تاريخية، إعادة تدوير هذه الأمجاد مجددا، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل التنوير، نعم، من أجل التنبيه، من أجل أن نقول لهذا المتلقي أن في الماضي حدث هذا، فإياك أن تقع في الخطأ. أحسنت يا أستاذ محمد. الآن سنذهب لمتابعة قصيدة معراج للشاعر أنس دغيم. أنت تحب أنس؟ حياك الله، أهلا وسهلا. سنذهب لنتابع هذه القصيدة ومن ثم نعود. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نخرج ونتابع هذه القصيدة، قصيدة معراج للشاعر السوري المتميز دائما أنس الدغيم. بعد ذلك نعود لاستكمال ما تبقى في جعبة شاعرنا، ابقوا معنا. أرسلت في الآفاق نور بصيرتي، ينساب من فلك ليجري في فلك، ويمر بالآلاء مأخوذا بما خطت يداك على الصحائف يا ملك. ما حط فكري رحله في منزل إلا وفيه إلى لقائك منسلك. أيقنت أنك واحد في ملكه، يا رب ما في القلب في ذا الأمر شك. ما عدت من معراج قربك مرة إلا وقال القلب إن الحمد لك. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم ضيفنا هنا في الاستوديو الشاعر محمد سامي العمر من سوريا. أهلا بك مجددا أستاذ محمد سامي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الاسم المركب هل يخلق لك إشكالية أحيانا أم أنه لا فرق، نادوك محمدا أو ساميا وأنت بالحالتين محمودا وساميا إن شاء الله؟ هو سامي. حياك الله. الاسم المركب هو من تراثنا اللغوي، لكنني دائما أفضل الاسم الغير مركب صراحة. نعم. لأنه يعطي لفظة واحدة أو كلمة واحدة وتعبر في البلاغة الإيجاز كما يقولون. نعم. لكن أنا أحب اسمي. نعم. يجب على الإنسان أن يكون واثقا من ذاته. هو أنا أحب هذا الاسم. أيهما أهم اليوم بعيدا عن الاسم قريبا من الشعراء، أيهما أهم اليوم؟ الاشتغال بحال الأمة وعذاباتها جراحاتها نزفها المستمر، أم الاشتغال فقط بالأساليب؟ هذا أسلوبه أفضل، هذا مدرسته أحسن. أريد رؤية عامة بعيدا عن تسليط الضوء على شاعر معين فقط، تفضل رأيك بشكل عام. أنا أقول وقلت قبل ذلك كما قال الأسبقون أن التزام قضايا الأمة، نعم، هو ضرورة شعرية، وعلى الإنسان أن يلتزم هذه القضايا الإنسانية، نعم، والتاريخية بغض النظر عن الطريقة من التي يعبر فيها، أكانت طريقة من المدرسة الحداثية أم من المدرسة الكلاسيكية، نعم، أم من المدرسة الرومانسية. المهم أن يعبر عن هذه القضايا الإنسانية الملتزمة لقضايا أمته ولذاته كذلك، يعني بما فيها التعبير عن جراح عن المعاناة الذاتية، إن كانت عن طريق الغزل أو إن كانت عن طريق المشاكل الشخصية. يعني يبقى الإنسان، يبقى الشاعر جزء من ألم مجتمعه. أكيد. وواقعه. أكيد. لا ينفصل عن هذه الألم الممتدة على خريطة الأمة الواحدة، وبالتالي عليه أن يكون الناطق الرسمي باسمها أدبا وشعرا، وهذا ما نريده منك الآن. ولكن بعيدا عن العمود، قلت لي أنك كتبت بالتفعيلة أيضا، وتود أن تقرأ علينا شيئا من التفعيلة؟ أكيد. تفضل. إلى التفعيلة إذن. إلى التفعيلة. تفضل. أنا جسر، أنا جسر
من الأوهام أحجاري، أنا عود قديم دون أوتاري، أنا صندوق أسرار فلا تأتين أسراري. حلو. سفينتي التي أبني من الورق فلا تأتين باكية وهاربة من الغرق. سفينتي التي أبني من الورق فلا تأتين باكية وهاربة من الغرق. أنا غصن بلا أوراق، عيون دون ما أحداق تأويني، جبلت أنا مع لا شيء وكل الناس قد جبلوا مع الطين. الله. جبلت أنا مع لا شيء وكل الناس قد جبلوا مع الطين. أنا حبات سنبلة تميل برأسها تخجل، تعانق شفرة المنجل. أنا حبات سنبلة تميل برأسها تخجل، تعانق سطوة المنجل. تقدم قلبها طبقا وتنثر لحمها عبقا وترقص للطواحين. أنا العصفور مذبوحا يغني للسكاكين. أنا نخل الزمان المر لكن لا تهزيني. أنا نخل الزمان المر لكن لا تهزيني، لأني سوف أسقطها شظايا من شراييني، لأقلع شجرة لا شيء وأزرع غصن زيتوني. الله. ليوم عاصف ماطر أنا الشاعر، أنا الشاعر. الله. جميل جميل أيها الشاعر لا فضة فوك. لماذا نجد هناك يعني تهيبا لدى كثير من الشعراء الذين يعني ابتدعوا أو انتهجوا مدرسة الشعر العمودي، لماذا يهابون الولوج من باب التفعيلة وأحيانا نجدهم يبدعونها لكنهم يجتنبونها؟ ما السر في هذا الاجتناب؟ أظن أن هناك عقولا متمسكة في الكلاسيكية إلى أبعد حدود، يعني إلى حد الاتباع. الاتباع أكيد، ولكن القصيدة، قصيدة التفعيلة هي قصيدة كلاسيكية. نعم نعم. وهي قصيدة لم تخرج عن الأبحر، هي بنت الخليل الشرعية. نعم. يعني هي التفعيلة جاءت من قلب البحور الخليلية. نعم. جاء بها السياب أو شاعر نازك الملائكة، أو نازك الملائكة السياب. نعم. لا يهم، المهم أن هذه التفعيلة تم اقتباسها من البحور الخليلية. بالنسبة لبعض الشعراء الذين لا يحبذون استعمالها، فهذا موضوع يعود إليهم، هو نوع من التطرف أعتقده. نعم. وهو نوع من التمسك بالأصالة من حيث أرادهم. نعم. أرادهم أنهم يمشون في الطريق الصحيح، لكنني أتمنى لهم أن يجربوها. نعم. وسوف يتقنونها. بالعودة إلى أمجاد أمتنا السالفة وما ورثنا الشعراء من صور بديعية وعالية الجودة تصف هذه الأمجاد، باعتقادك بعد 100 سنة الأجيال القادمة هل سترى في النصوص التي تكتب اليوم وصفا تاريخيا وأمجادا وشواهد حية تشهد على ما قدم أبناء هذا العصر، أم أننا نسلك مسلكا غير الذي سلكه السالفون؟ أعتقد بأن في هذا الزمن الكثير من النصوص التي توثق الحالات الإنسانية والحالات الحضارية والصراعات الموجودة في أمتنا، فالشعر هو لسان العرب. نعم. يعني كيف نحن جاء كيف جاءنا أحداث. نعم. الموجودة في العصر الجاهلي. نعم. الأحداث الجاهلية جاءتنا عن طريق النصوص الشعرية، فالشعر يقوم بعملية تاريخية.
نعم، ويستشهد به تاريخيا أيضا، ويستشهد به تاريخيا. ولذلك أعتقد بأن في هذا الزمن أو في المعاصر الكثير من النصوص التي توثق الأحداث التاريخية الموجودة، وسوف يأتي أجيال تقرأ هذه النصوص وتشاهد بعينها الشعرية هذا الحدث التاريخي. لعل هذا النص يكون منها، أقصد النص الذي سنستمع إليه الآن منك، تفضل، لعله يكون من هذه النصوص التي ترجو أن يكون لها الأثر في وجدان القادمين من أبناء أمتنا، تفضل. إن شاء الله. قصيدتي هذه عن الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صبوا زيوت الحقد فوق النار، صبوا زيوت الحقد فوق النار، فتحولت شهبا من الأنوار، راحت تضيء الكون في ومضاتها حبا بأخلاق الفتى المختار، حبا بعيسى، فالمسيح حبيبنا كمحمد يسمو عن الأوزار، عيسى وأحمد في الطريق سوية لكنكم أنتم بدون مسار. عبثت شياطين الهوى برسومكم، رسم أثار ضمائر الأحرار، حرية التعبير يا أكذوبة، حرية التعبير يا أكذوبة، تخفي النوايا السود خلف ستار، همجية التعبير أضحت منبرا للشتم والتجريح والإضرار، همجية التعبير لم ترعوا بها مقدار إنسان وحرمة جاري، حرية الإنسان كنت رأيتها في غوان تناموا مجدكم بإساري، وأبو غريب كم به من صورة صبغت حضارتكم بلون العاري، يا من بنيتم للحضارة هيكلا متجرد الأخلاق بالدولار، إن الحضارة دون أخلاق كما بنيانكم وهم بدون جدار، كحضارة جئتم بها بغدادنا عمياء، عمياء مثل حضارة السمسار، بيع وقتل فالحياة مصالح في سفركم بالنفط والدينار، إن قيل محرقة اليهود خديعة هبت جموع الغرب باستنكار، لكن رسم المصطفى حرية، أواه من حرية الجزار، إن قيل محرقة اليهود خديعة هبت جموع الغرب باستنكار، لكن رسم المصطفى حرية، أواه من حرية الجزار، أواه من حرية لا تنتمي لديانة بل قوة استكبار، لسنا دعاة للتطرف، لسنا دعاة للتطرف، إننا أهل السماح ومعقل الأفكار، لسنا دعاة العنف والإرهاب، لا، إنا دعاة تعايش وحوار، للكعبة الغراء رب قالها من قبل سيد هاشم بقراري، والله يحمي صورة لنبيه مهما تحيك أنامل الأشرار، ويظل طه للأنام منارة رمز السلام وسيد الأبرار، ويظل طه للأنام منارة رمز السلام وسيد الأبرار. سيد الأبرار، لا فض فوك، أحسنت أستاذ محمد سامي. بعد هذه الوجبة الدسمة، خلقا وانتماء إلى سيرة سيد الخلق، واعتراضا وألما وحزنا من يتشدقون بحقوق الإنسان وحرية الإنسان وهم منها براء حينما يطعنون بأخلاق أمة وبرمزهم الذي لا يمكن أن يتجاوز، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الجمال كله، لابد
من فاصل قصير، ما رأيك؟ تفضل. مشاهدينا الكرام، إذن دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا، ووصلنا إلى الجزء الأخير من حلقتنا هذا اليوم من بيت القصيد ورفقة الشاعر محمد سامي العمر، حينما نتحدث عن القصيدة التي نريد لها أن تعيش فإن المسؤولية تكون ثقيلة على روح الشاعر وقلمه. الحياة صعبة حينما توثقها بقصيدة، حدثني عن القصيدة التي تريد لها أن تعيش من وجهة نظرك. القصيدة التي ستعيش، نعم، وأجزم بذلك، هي القصيدة التي تلامس شغاف القلب، القصيدة التي تؤثر بالمتلقي. كيف تؤثر بالمتلقي؟ عندما تتناول ما يهم هذا المتلقي، نعم، عندما تصور أحزان هذا المتلقي، عندما تصور آلام هذا المتلقي، وخصوصا إذا كان المتلقي على مستوى أمة، عندما تكون صورة لمعاناة هذه الأمة، لكن بنفس الوقت تضع حلولا وتضع طرقا وتشعل شمعة في ظلام هذه الأمة، أو في ظلام هذه الحالة الإنسانية التي يكون فيها المتلقي يعاني. نعم، إلى شيء من الأمل وبعيدا عن ألم المعاناة، إلى قصيدة جديدة، تفضل. هذه القصيدة، نعم، هي فيها شيء من الوجدانيات، تفضل. الحرف أزهر، الحرف أزهر بالأشواك إذ رسما، وسيف شعري من الأحزان قد ثلما، هزت رياح النوى أغصان قافيتي، هزت رياح النوى أغصان قافيتي، فساقطت بدموع خضبت بدماء. جميل. قصيدتي أورقت نارا تؤرقني، والبوح والسر في صدري قد اختصما. الله. أراه حزنا غزا عينيك قاتلتي، فثار جرح قديم كان ملتئما، أيقظت أشجان قلبي بعد غفوتها، فراحت الروح تبكي أمسها ألما. في حزن عينيك تاه الشعر مكتئبا، ودفتري ضيع الأوراق والقلم. يا الله، لما التوشح بالأحزان يا قمرا، لما التوشح بالأحزان يا قمرا، لما التوشح بالأحزان يا قمرا، أضاء دربي بليل المحدثات لما، ألست تدرين أني ألف نادبة، وأن شيطان شعري بالهوى رجما، وأنني فوق شوك الصبر متكئ على عصاي، ولكن هيكلي هدما، أرنو إلى الأفق المصلوب في خلدي، هلا سينبو شراع أو أرى علما، رست حروفي على شطآن قافيتي.
رست حروفي على شطآن قافيتي، والحزن يعصف فوق اليم محتدما لا تبحري، ورياح الحزن مشرعة. لا تبحري ورياح الحزن مشرعة. لا تبحري ورياح الحزن مشرعة، ودمع حرفي على خد السطور هما. لا تبحري ومجاذيفي مكسرة، والقلب يجترع الآلام والسقما. لا تبحري فلنا سفر سنزرعه بوح المشاعر نورا يدحر الظلما. خذي عيوني إذا ما شئت وابتسمي. خذي عيوني إذا ما شئت وابتسمي. خذي عيوني إذا ما شئت وابتسمي، فبسمة منك تحيي القلب لو هرما. وكيف ينفعني في عالمي بصري إن كان من بسمة العينين قد حرما. يا الله، هيا اخلعي بردة الأحزان وانطلقي في جنتي عبقا في مسمعي نغما. إذا نظرت بمرآتي رأيت بها فصل الخريف الذي أزهار يلتهما. الحلم يسقط أوراقا وتصفعه كف الرياح، وفوق الخد قد لطما. الحلم يسقط أوراقا وتصفعه كف الرياح. الحلم يسقط أوراقا وتصفعه كف الرياح، وفوق الخد قد لطما. عودي ببسمة غيث واهطلي أملا كي تورق الروح والوجنات بعد ظما. الله الله الله، كي تورق الروح والوجنات بعد ظما. وما أجمل الأوراق بعد ظما. أستاذ محمد، كلمني عن فكرة الظما إلى القصيدة التي لم تأتي بعد، وحالة الشوق الدائم في نفس الشاعر صاحب القيم والأخلاق. الظما دائما الشاعر في حالة الظما. هذه الجملة يعني أتوقع بأن الشاعر مصطفى مطر كان قد جعلها أو عنونها ظمأ لا ينتهي، أو الفتى الظمآن. وعجبتني هذا المصطلح الشعري، لأنه يعبر عن حقيقة لدى الشاعر، وهو الشاعر الظمآن، الشاعر الذي يتوق دائما. ولكن الشاعر ربما يكون، ربما الظمآن يرتوي، لكن الشاعر لا يرتوي. أحسن. الشاعر لا يرتوي لأنه يتعامل مع اللغة، يتعامل مع اللغة، واللغة هي لا متناهية. التعبير لا متناهٍ. الحالة الشعرية ظمأ لا ينتهي، الشاعر لن ينتهي. أحسنت أحسنت أستاذ محمد، إجابة موفقة. الآن سأسألك 5 مفردات سأطرحها عليك، وتعطيني رأيك الشخصي بكل مفردة بعيدا عن المعنى الدارج والمعروف لدى العامة. هل أنت جاهز؟ تفضل. الأوراق. صفحة نكتب نسكب عليها مشاعرنا. عقرب الثواني في الساعة. قد يكون سكينا وقد يكون سيفا. الضجيج من المارة في طريق ممتلئ بالعامة من الناس. الضياع. الألم محفز للإبداع. والمفردة الأخيرة الأجندة، ماذا تعني لك؟ أهداف، والأهداف قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية. حدثني الآن انطلاقاً من فكرة السلبية والإيجابية التي تفضلت بها، حدثني الآن عن الشاعر وما ينبغي أن يتخلق به. هل السلبية تفرض نفسها أم ينبغي عليه أن يكون إيجابياً في كل الأحوال، سواء كان يتألم أو يبحث عن أمل؟ الشاعر هو كائن خير، أعتقد بأنه كائن خير دائماً،
ربما يخرج عن طوره أحيانا بسبب الانفعال الذاتي. نعم. هذا الخروج يجب أن يسير في الطريق السليم والطريق الصحيح. فالشاعر من المشاعر وكتلة زائدة عن الإنسان الحقيقي. الشاعر هو كتلة زائدة عن الإنسان الحقيقي بمشاعره، ولذلك عليه أن يكون أن يستعمل العقل أحيانا أكثر استعمالا أو توجيها لهذه المشاعر، لأن الشاعر الذي لا يعتمد على عقله في توجيه مشاعره قد يصل إلى طريق مسدود وإلى خلافات وإلى مشاكل على المستوى العام والمستوى الشخصي. ولذلك هذه المشاعر هي هبة من الله. أحسن. فعليه أن يقوم لا نقول بترويضها ولكن باستثمارها. أحسنت. إلى قصيدة ربما تكون مسك ختام هذا اللقاء من بيت القصيد، تفضل أستاذ محمد. حياك الله. القصيدة من البحر السريع. نعم. على جبين الشمس من غيضي نقشت روحي علها ترضي. يا عبقر الأشعار ها جئتكم أحمل بوحي والهوى نبضي. على حصان الشعر درعي غدت قافيتي والحرف في قبضي. ضربت في ساحاتكم خيمتي ورحت في أشعاركم أقضي. من رام علما فأنا شمسه وقبس الأشعار من ومضي. أو رام حربا فأنا فارس على القذى والذل لا أغضي. الله. قريحتي نهر بصدري فمن يروم شعرا غاص في حوضي. بلاغتي بحر بلا ساحل نهر الرؤى إلى دمي يفضي. عيني لأسراب الرؤى كعبة طافت بها في الصحو والغمض. عيني لأسباب الرؤى كعبة طافت بها في الصحو والغمض. أكمل. الفاعل المرفوع في جملتي تهاب عرشي أحرف الخفض. جميل. إن أضرموا في شعرنا حقدهم فالحب يطفي جذوة البغض. إن أضرموا في شعرنا حقدهم فالحب يطفي جذوة البغض. وإن تمادوا في لظى غيهم فسيف شعري فيهم يمضي. وإن تمادوا في ظل غيهم فسيف شعري. وإن تمادوا في لظى غيهم. وإن تمادوا في لظى غيهم فسيف شعري فيهم يمضي. فنحن أهل الشام في حبنا سدنا عقول الناس في الأرض. لا تسألوني عن هوى شامنا فالجرح دام والنوى بعضي. الشام تبكي بردا دمعها فتحرق الأضلاع بالفيض. أنا سفير الشام في عبقر أهديكم الأزهار من روضي. أنا سفير الشام في عبقر أهديكم الأشعار من روضي. إن كان حبي للورى سنة فحب شامي قمة الفرض. إن كان حبي للورى سنة. إن كان حبي للورى سنة فحب شامي قمة الفرض. فحب شامي قمة الفرض وأنعم بالشام قمة من الفروض المفروضة بالحب بالسعادة بالأمل باستكناه الجمال مفروضة علينا على كل صاحب قلم حر وعلى كل من يتشوف الجمال بأبعاده المختلفة وعوالمه الفسيحة. أستاذ محمد، رسائل عاجلة. الأولى إلى العراق، ماذا تقول؟ سيندمي للجرح. نعم. سيعود العراق كما كان في العصر العباسي وفي عصوره الذهبية، سيعود. لا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للحرية أن تنتصر وتبزغ شمسها.
رسالة إلى سوريا التي تنحدر منها سوريا وإليها تنتمي، ماذا تقول؟ هي توأم العراق. سوريا اليوم إن شاء الله في الأفق شمس ستظهر وسينجلي الظلام، لكن المعاناة تفرض نفسها علينا. لكن لا يوجد مأساة لم تنتهي، لا يوجد ليل يطول بدون صباح. ورسالة إلى وطن عربي لا يزال جريحا وطريح فراشه. رسالتي ستكون إلى فلسطين صراحة ولكل الوطن العربي. لقد احتل الغرب الكثير من البلاد، لكنهم انهزموا وعادوا. احتلوا الجزائر فوق 100 سنة، لكنهم عادوا إلى بلادهم مدحورين. وفلسطين ستعود إلى أهلها الأصليين، إلى أصالتها وتاريخها وإلى جذورها مهما طال الزمن وبقي المستعمر. برسالة أخيرة بسطر واحد، رسالتك إلى الشعر طمعا برضاه، ماذا تقول؟ نحن لا نكتب الأشعار يعني بصراحة، لكن الشعر هو الذي يكتبنا، وهذه جملة يقولها معظم الشعراء. يجب على الشاعر أن يلتزم قضايا أمته، قضايا أمته. أحسنت، شكرا أستاذ محمد سميع العمر الشاعر السوري. مر الوقت سريعا، والأمل أن تتجدد مثل هذه اللقاءات العذبة إن شاء الله. وأشكرك أستاذ مصطفى الشاعر والإعلامي المتميز، وأشكر قناة الرافدين، هذه القناة الناطقة بلسان العرب على كل المستويات التاريخية والأدبية والفنية. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بيت القصيد متواصل رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.